ايه بقى موضوع الهلولو ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. سيبك بقى من الهجص اللي اتقال ده خالص، ركز معايا كويس. اتفضل انا سامع. في حد من الناس اللي واقفين دول هيجي له غيبوبه سكر وهيروح مننا. مين فيهم؟ انا ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ مين فيهم مريض سكر؟ والله العظيم ما اضحك عليك اخدعك. هو حد منهم هيجي له السكر، فانا رايي ان احنا نحجزهم ونشوف بقى نبقى جاهزين في اي لحظه. اه ده هو ده بقى الهلولو. اه هو ده الهلولو. انت هتقعد هتفضحنا. اقعد ساكت. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. اللطز اللطز وصل يا جماعه. ايه ايه اللي طمني عليك؟ طمني عليك. انت اكلت حاجه وحشه من بره؟ قعدت مكان حد عضك؟ يا ابني اللطازه دي يا ابني انا مش ناقصك يا ابني. ابوس ايدك. ولا انا يا دكتور الهرو. لا 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 لا. الحمد لله ان حصل له ده وهو هنا. ازاي ده عنده كانت هتنفجر وتعمله مشكله كبيره يا حبيبي؟ يا خساره. يعني ليلو هيبقى كويس؟ الحمد لله. بس خلينا نطمن على سجلك. طب والنبي يا دكتور، بالنسبه للهولولولو اللي على سجلك ده، في امل ولا ايه؟ يا بنتي مفيش حاجه اسمها هولولولو. لا ايه يا دكتور، ده طبعا الدكتور ابراهيم منيع بتاع المناعه اكد عليا ان في هولولولو. طيب عموما هني هو لو فيه هولولولو فهو لسه ما نزلش، بس تلاقي حد من اصحابك بيهزر معاك بيبالغ شويه. طب والنبي امانه يا دكتور، لما ينزل اعمل حسابنا في واحد للعبيط ده. بيضحكوا عليك يا اهبل يا اهبل. بس عليك يا عمي. انت كريم يا رب. انت كريم يا رب. عملت ايه؟ غيبوبة سكر. مين بقى اعرفه عنده سكر؟ مين؟ خالتي رفايدة؟ لا بس رفايدة بتتصلب، بتقعد تقول عندها حاجات وهي ما عندهاش. بس حضرة الناظر استاذ ماهر يجي له غيبوبة سكر فانقذه، فبقى بالنسبة له نسخة مصغرة من علاء، فيزود للعلاوات وما يخليش ميس كاميليا تاخد حصصي. هو مستر ماهر مش تقولي من الصبح، مش تقولي عكروت عكروت. انتي مريض بغيبوبة سكر. حضرة الناظر. مين؟ انت كويس؟ انت مين؟ انا جلال. جلال؟ دي حصل كمان تيجي ورايا الحمام؟ لا اصلا انا شايف حضرتك رايح جاي على الحمام فقلت يمكن السكر عالي. لا يا سيدي معليش، انا اللي تعبان شويه من السندوتشات الزفت اللي كلتها امبارح. يعني السكر معليش؟ لا معليش. طب حضرتك مش حاسس بدوخه او هبوط؟ دوخه وهبوط؟ يا ابني انت شايفني حامل يا ابني. اوه 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 اوه